مساكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة والمحبة. هنا الانطلاقات، هنا التحديات في هذا المهرجان، مرجان ولي العهد للهجن النسخة الخامسة. يتجدد الإبداع ويتجدد اللقاء بحضارتكم مع شوطنا 17 للبكار. المفاريد 2 كيلومترات هي المسافة المقررة والمحددة. نبحر وإياكم مع من تقود هذه الأسماء الجميلة. تتقدم تحذير وسلطان بن عبد الله بن راشد آل تواه الهاجري يقدم لنا شعاره المركز الثاني، وتابع العنود محمد بن صالح بن سالم المري يقدم شعار النابتة، يقدم العنود المركز الثالث. أرى القدوم، أرى الحضور، حمد بن علي بن ناصر المجنين المري يقدم لنا اتكال المركز الرابع. وصلت بهجة محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري المركز الخامس. علي بن عبد الله بن علي الفهيد المري يقدم فراع البطين. أيضا صالح بن مبارك بن راشد الجربوعي المري مع انطلاقة في هذه اللحظات نوادر باللعرج القادم. ولكن يا أخوان نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة. غيرت اتكال، اتكلت نحو الصدارة، اتكل عليها المجنين، اتكل عليها المجنين ليقدمها لنا مع الصدارة. انطلق شعار حمد بن علي بن ناصر المجنين المري، اتكال أي انتصار اليوم. ولا كن الزحبي وصلاع حمد بن عبد الله بن راجح بن عبد الله بن قرح مع ريناد وارا 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 بن صافية والبطين. البطي قادم، وصل انطلاقته والسريع قادم، ووصلت إلى النهب وبن حميان. ولكن بالرملان من الجانب الأيمن، من تحمل الانطلاق؟ من تحمل لنا الحضور؟ وصل تلان محمد بن جر الله المري يقدم أثير. ولكن البطين يقدم لنا عصرية خليل بن سالم البطين. ولكن نهب الأمتار الأخيرة، أمتار الذهب، حماد بن سالم بن حماد الدقيقي الأحوطي. نهب بالرقم واحد إلى أبناء تبوك الورد، نهب الانتصار غادرت إلى تبوك الورد. مشكور يا حماد، يا بن سالم، يا بن حماد الدقيقي، يا الأحوطي. من قدم لنا نهب ما ترضى إلا بالانتصار، إلا باللقب. المركز الثاني، وصل الشعر خبر بارك بن فهد مبارك بالرملان المري، قدم لنا انطلاقة خبر مع المركز الثاني. المركز الثالث، ولحظات الإعادة، ولحظات الجنون، ولحظات الفوز، ولحظات الإبداع. نعم في هذه الأثناء نهب من أتت بالإبداع، وحماد بن سالم بن حماد الدقيقي الأحويطي قدم لنا انطلاقة وحضور، انطلاقة شعاره. مشكور يا أبو جاسر، قدم لنا أداء وحضوره الجميل، لحظات التوقيت ولحظات هذا الفوز الكبير في مساء اليوم وانطلاقة نهب. نعم لحظات التوقيت ووصول نهب لحماد بن سالم حماد دقيقي الحويطي 3:08:51 مشكور يا راعي نهب، والسلامات إلى ميدان تبوك الورد من هنا من الطايف. المكس الثاني خبر مبارك فهيد مبارك بالرملان المري 3:09:22. المركز الثالث هتاشة وشعار السريع سعد محمد بن حمد آل صافية المري مع هتاشة 3:09:49. المركز الرابع خليل بن سالم بن حمد البطين المري مع عصرية. المركز الخامس شعار الزعبي مع ريناد حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز. وهكذا هو الملخص لهذا الشوط
وهذا الإبداع ولحظات الجنون ولحظات وصول نهب في الأمتار الأخيرة لتخطف اللقب والانتصار مع حماد بن سالم الدقيقي الحويطي. مشكور يا أبو جاسر على هذا الأداء وهذا الحضور الجميل في مهرجان ولي العهد للهجن. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وسلامات إلى أهالي تبوك على هذا الانتصار. أشواطنا تستمر والمتعة في هذا المهرجان لم تقف كالعادة مستمرة، وشوطنا القادم في هذه اللحظات 18 للقعدان العام يتواصل الزميل جابر بن لملح معلقا واصفا على ذلك الشوط القادم.